بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيك ألف عافية. اليوم رح نحكي عن رابع محاضرة بالترم، هي تحكي عن Digestive System. محاضرة صراحة أسهل المحاضرة الماضية، في شغلات محذوفة راح يعني أحكي لكم إياهم، وإن شاء الله أني ما أطول عليكم فيها. هلا بالبداية بحكي لك هون Digestive System اسمه اسم ثاني أو مرادف له، بنحكي له الجاسترو انتستاينال سيستم. هلا كلمة هون Digestive System مقصود في الجهاز الهضمي، أو سو كولد جاسترو انتستاين، يعني بحكي لك الجهاز مكون من اللي من الجاستريك هي المعدة، والانتستين هي معرف شو هي الأمعاء، بغض النظر هل هي سمول أو لارج. هلا بحكي لك هاي الجي اي سيستم مكون من، بحكي لك من دايجستيف تيوب اسمه الجي اي تراكت اور اليمنتري كانال اند سيفرال اكسسوري اورجانز. تمام، بس بداية خلني يعني اوضح لكم مقصود كلمة كانال او تراكت. هلا مثل ما احنا شايفين هو عبارة عن تيوب، تمام، هي بتحس هيك عبارة عن تيوب كامل، هو التيوب هيك كان صار فون توسع شوي صار معدة، يعني بعدين نزل شوي صار في أمعاء دقيقة، بعدين صار في أمعاء غليظة نحكي لارج انتستين، آخر شيء عملنا الركتم والأنس هي نحكي لها فتحة الشرج. فأنت هيك بتلاحظ إنه الجهاز الهضمي كامل هو عبارة عن تقريبا عبارة عن تيوب كامل، تمام. هاي التيوب كامل إحنا شو بنحكي له؟ نحكي له الإليمنتري كانال. تمام، هسا في عندنا أكسسوري أورجانز راح أحكي عنهم لقدام، طبعا يعني أحدد لكم إياهم شو هم. هذول بنحكيهم احنا يعني عباره عن يعني اعضاء، مش انه بدي اعتبرهم ضمن يعني الاعضاء الرئيسيه اللي كونت الجهاز الهضمي، او مثلا زي المعده او زي مثلا والله المريء وما الى ذلك، وانما لاعضاء ثانويه اكسسوري وظيفتها الرئيسيه شو بحكي لك؟ بريك داون الفود، يعني بقوم تكسير الطعام، بساعد برضه على التكسير، بساعد على عمليه الامتصاص، بالاضافه التخلص من يعني الويست برودكت، المواد الزياده يعني اللي جسمنا ما بده اياهم. هلا بحكي لك هو انه جي اي تراكت، يعني من شو بدايته؟ من عند الماوث الفم للنهايه نحكي الانس، او بالعربي فتحه الشرج. تمام، هسه طبعا هاي الصوره نسوليها شوي بس لانه يعني بقول احكي لكم عنها شوي لانه موجوده قدام. هلا السمول انتستين، مش حكينا في عندكم سمول انتستين؟ هي نحكي الامعاء الدقيقه اللي هي مكون من ثلاث اجزاء رئيسيه، اول جزء بنحكي له احنا ايش؟ الدودنم. هي تمام نحكي له هنا الدودنم، ثاني جزء بنحكي له الجيجنم، وثالث جزء بنحكي له الإيليوم. ليش انا هذول حكيت؟ انه لقدام بالجداول موجودين عندكم، وكمان اعرفوا لي الركتم شو هو. الركتم اللي هي خلينا نحكي لك عباره عن اخر جزء من اللارج انتستن. هل هون المعده، هون سمول انتستن، مشينا مشينا مشينا، بعدين دخلنا باول القولون، هذا هيك كامل بنحكي له قولون، تمام، او اول قولون. هل اخر جزء منه فيش اسمه الركتم، تمام، واخر اشي فين تحتها الانس اللي هي فتحة الشرج. هلا بس انا صراحة اعرفوا لي هذول الثلاث اجزاء، الدودنم والجيجنم والاليوم، واعرفوا لي الركتم هيها، تمام، بس هاي الفكرة الرئيسية. هلا بحكي لك عن الفود باسنج along جي اي تراك، بحكي لك الاكل هو نازل يعني لما تبلع وينزل هيك ويصير في امتصاص وتكسير وما الى ذلك، بحكي لك بصير له مكسد مع ايش؟ مع دايجستيف انزيم، يعني مع انزيمات بتساعد على العمليه، خلينا نحكي لك بتساعد على الهضم او بتساعد على الامتصاص. هلا بحكي لك بالاضافه اند بروكن داون انتو نيوترينت مولكيولز ويتش ار ابسوربت ان ذا بلاد ستريم. يعني زي شو؟ والله انت اكلت اكل والله فيها بروتينات، هاي البروتينات راح تتكسر، راح تصير يعني هاي يعني لم يعني بدل ما يكون والله يعني عباره عن مثلا والله بروتينات وما الى ذلك، لا راح يتكسر، راح يصير والله مثلا على سبيل المثال راح يصير خلينا نحكي لك بالبيبتايد، بعدين راح يصير امينو اسيد وما الى ذلك، يعني خلينا نحكي لك الماكرو مولكيولز راح يصير مايكرو مولكيولز. هاي الخلاصه بدي يعني اوضح لكم اياها عشان الجسم يقدر يمتص وتدخل على البلاد ستريم المقصود فيها الدم. هون بس مثال بسيط كثير، يعني مقصود كلمه هون المكسد، طبعا هون الاكل بسحب حاله بيجي من هون، بس ثواني عشان ما عادش اخر كون الاكل بسحب حاله بمشي من هون. هل الاكل وصل لهون؟ تمام، هل فين تكون العصاره بتيجي من بالعصاره البايل اسمها، هاي البايل هي العصاره بتيجي من المراره وتنزل، طبعا راح تنزل هيك تفوت على الامعاء الدقيقه، وبرضه الانزيمات راح تيجي من البنكرياس برضه راح تيجي لهون. فاحنا لاحظنا انه الاكل موجود هون صار فيه ميكسد، يعني اختل، يعني صار فيه خليط ما بين هو الاكل ما بين الانزيمز وما بين العصاره اللي كلها البايل وما الى ذلك. تمام، هسه بحكي لك عن ال undigested waste material، يعني الاكل مثلا على سبيل المثال والله يعني اكلت اكله، تمام، وهضمت بدك اياه وصار في امتصاص للمواد المفيده، وفي اشياء احنا والله مثلا ما بده اياها. بحكي لك عن ال undigested waste material، الاشياء اللي ما بتنهضم، اللي بحكي لك not absorbed، لا يتم امتصاصها by the blood other than eliminated، يعني الجسم بتخلص منها من خلال ايش؟ بحكي لك from the body through defecation. تمام، بس
يعني هاي بحكي لك انه يعني شو بصير فيهم. هلا بحكي لك الاكسسوري اورجانز شو هم. هم الليفر اول واحد، الجول بلادر والبنكرياس. الليفر معروف شو هو، اللي هم نحكي له الكبد. الجول بلادر هم نحكي المراره، والبنكرياس معروف شو هو، البنكرياس نفسه. طبعا هذا هو الليفر وهاي الجول بلادر، هيها وهاي الليفر. اسمع شايفين كيف؟ هاي الصورة الثانية بتوضح لنا الاكسسوري اورجانز، هاي الليفر كامل، هاي المرارة، وهاي في عندك هون البنكرياس. بس هسه في عندك هون صراحة مصطلحات الدكتور حاطط لك اياهم، بحكي لك هون بنحكي اسهم ليش احنا بالتداول. هلا بحكي لك هون البلي روبن، بس عشان اوضح لك شو مقصود بكلمة بلي روبن. شفت قبل شوي لما حكيتوك في عندنا عصارة بتطلع من البايل، يعني بتطلع من المرارة، هاي العصارة شو اسمها؟ البايل. هلا الصبغة المسؤولة عن هذا اللون الاصفر بنحكي لها البلي روبن، هيها تمام. فبحكي لك ان البلي روبن شو هو، عباره عن اورنج كلر او ريال وش بيجمنت ان ابايل، هي مسؤول عن صبغه موجوده داخل البايل. هلا بحكي لك هاي الجمله صراحه ما بعرف هل مطلوبه منكم او لا، صدقا ما بعرف، بس بحكي لك انه البلي روبن تم تكوينه من خلال عمليه، يعني من خلال تكسير الهيموجلوبين بالريد بلاد سيلز. هلا الخلاصه خلايا الدم الحمراء يعني اللي بصير فيها يعني تكبر وهيك راح تتكسر، تمام. هلا بحكي لك الهيموجلوبين نفسه برضه راح يتكسر. هلا بحكي لك انه مينلي انه يتم تصنيعه، يعني بحكي لك هاي الهيموجلوبين هي المسؤوله عن الجسم، يعني هو مسؤول عن انه لقدام يتكون عندك البليروبين، تمام. فبالتالي هو بتكسر نتيجه ايش بحكي لك، يعني هو يصير بتكون نتيجه تكسير الهيموجلوبينز الموجود بالريد بلاد سيلز. بس هاي فكرتهم. هلا بحكي لك البولس، هاي وين راحت البولس؟ البولس مقصود فيها هي عباره عن الاكل اللي انت عملت له، يعني اللي صار فيه مضغ، فهمت علي؟ فبحكي لك هو ماس اوف ماستيكيتد فود ريدي تو بي سولود، يعني هو الاكل اللي انت خلص يعني اللي بدك تبلعه. بس هاي فكرتها. الاكزوكراين شفت لك اياها بالمره الماضيه شو مقصود كلمة الاكزوكراين، لما كنت احكي عن ايش اسمه الاكزوكراين جلاندز، لما حكيت لكم الجلاندز اللي بكون في عندهم داكت، يعني السكريشنز تاعتها اللي راح تطلعها، هاي الجلاندز راح تطلعها من خلال داكت موجوده، تمام. فبحكي لكم دي نوت ا جلاند ذات سيكريت ات برودكت ثرو، شايف هون بحكي لك ادكت تو ذا سيرفيس اوف ان اورجن اور تشو اور انتو ابيزل، ما بهمك وين راح الافرازات، بس بهمك شيء واحد انه في عندك دكت. هلا بحكي لكم السفنكترز مقصود فيها، خلينا نحكي لك يعني كيف بدي احكي لك سفنكترز، صراحه ناسي معناها بالعربي شو هي السفنكترز، لكن كيف بدي احكي لك زي يعني الاشي الصمام او اشي يعني اللي الضيق، فاهمين علي؟ هلا بحكي لك هون السفنكتر شو هي، عباره عن سيركلر باند اوف muscles فايبر ذات كونستريكت ا باسج اور كلوز ا ناتشرال اوبننج اوف ذا بودي. زي شو هون بحكي لك؟ زي الكارديك سفنكتر او الاسفاجيال سفنكتر او ريكي اياها. طبعا هاي بحكي لك هون البلس قبل ما فشك عنها، هاي بحكي لك البلس هي حكينا شو هي. هس هاي هي بحكي لك شو اسمها اللي هاي السفنكتر، تمام. هاي هي السفنكتر بحكي لك هون. طبعا بس قبل ما احكي لك عن السفنكتر خبر في هون السفنكتر، هي بحكي لك هاي مثال على السفنكتر حكينا عنه اللي هو الكارديك سفنكتر، يعني هو عباره عن مكان، خلينا نحكي لك هي عباره عن عضلات بكون شكلها دائري سيركلر، وظيفتها تمنع الاكل الموجود هون بالمعده يصير في الارتداد لوين؟ على المريء مره ثانيه لفوق، فهمت علي؟ نفس النظام. او شو بحكي لك، زي عندك هون البايركس سفنكتر هي معنى اخر، يعني بتعمل تنظيم للعمليه، يعني انه بتعمل تنظيم لمرور المواد او البلس او الاكل الموجود هون بالمعده قبل ما يروح على الامعاء الدقيقه او على السمول انتستين. بس يعني هي مقصود كلمه السفنكتر شو هي، بس هي بحكي عباره عن السيركلر باند اوف ماسل فايبر، يعني شايفين كيف شكلها دائري مش هيك مطاول، دائري هي، تمام. بس بحكي لك ذات اكونستركت باسج اور كلوز النيتشر اوبننج اوف ذا بودي، تمام. هسه بحكي لك هون هاي صوره اعاده، بحكي لك هون في عندك برضه مصطلحات معروفه شو هي. هسه الاور يمكن موجود باول محاضره، مقصود هي عباره عن الاور، مقصود هي عباره عن كلمه لاتينيه معناها ماوث او الفم. الاستوماتو هي عباره عن كلمه بنحكي لها يعني اصلها يوناني، تمام، برضه معناها ماوث. هلا بحكي لك مثال على كلمه اورال، اورال يعني تحكي انه شيء ريليتد للماوث، بس زي ما بنحكي والله اورال كافيتي مقصود فيه التجويف تاع الفم كامل. هلا كلمه هون استوماتو حكينا شو معناها ماوث، هي كلمه شو مالها حكينا يونانيه. لما احكي انا استوماتات قاعد بحكي عن ايش؟ انفلاميشن بالماوث، بس ما حددت وين، يعني التهاب بالماوث وبس، تمام. يعني قاعد بحكي انفلاميشن داخل الماوث، لكن هل انا حددت وين؟ يعني والله هو بالباطن الخد، او مره مثلا، او والله باللبس، او والله مثلا باللسان، ما حددت، تمام. هلا كلمة هون جلوسا ولينجو هذول الثنتين معناهم ايش؟ تانك، يعني اللسان. هلا مثلا على سبيل المثال شو بحكي لك هون؟
الجلوستيكتومي مقصود فيها انه هي عملية احنا بنشيل فيها اللسان النقطة. اللينجوال نفس الشيء معناها تانج، تمام. بس اللينجو هون صراحة كلمة يعني مفروض هون يكون اصلها لاتيني بس. فمثلا على سبيل المثال بنحكي احنا لينجو ولا شيء ريليتد للسان، لما اجي احكي مثلا على سبيل المثال والله واحد اخذ حبه تحت اللسان، شو بنحكي؟ انه سب لينجوال يعني تحت اللسان، هاي مقصود كلمه لينجوال. هلا كلمه باكو بنحكي لها صراحه ما مقصود فيها شيء، الخد معناها الخد، هاي منطقه الباك الاريا اللي بنحكي لها هي، فاهمين علي؟ بس هسه بحكي لك انا الليبيو وتشيليو هذول الثنتين معناهم الليب يعني او الشفايف يعني. هلا بحكي لك انت التشيليو بلاستي لما يكون واحد مثلا على سبيل المثال مثلا في اطفال بنولدوا في عندهم يعني بنحكي لهم شفه ارنبيه، بتلاقي في عندهم انه يعني الشفه مش جاي كامله اللبس تاعتهم، فاحنا بدك تعمل ايش؟ بدك تعمل سيرجيكال ريبير، بدك تصلح هذا الديفكت موجود عندهم. شو اسم العمليه بنحكي لها؟ تشيليو بلاستي بس، او الكلي بلاستي. هلا بحكي لك هون الليبيال يعني نفس الشيء معناها لبس وبس. هلا بحكي لك هون الدنتو او الادنتو الثنتين معناهم التيث او الاسنان خلينا نحكي، تمام. هلا بحكي لكم مثلا كلمة الدنتست مقصود فيها ايش؟ هو اخصائي الاسنان يعني. هلا بحكي لكم الارثو الدنتست بحكي لكم الدنتست هو از سبيشالايز ان كوركتينج اند بريفينتينج irregularity اوف abnormally بوزيشن اور aligned تيث، ما بهمك، تمام. هلا بحكي لكم الجنجيفو معناها القم، هاي هي نحكي اللثة، هاي هي اللثة، تمام. مثال عليهم بحكي لك الجنجيفكتومي اللي هو صراحة هذول بيكون في عندهم بيحكوا الابتسامة مش عارف بيحكوا الابتسامة الثوية زي هيك، بيكون في عندهم الشفة يعني اللثة قصدي عندهم بتكون هيك كبيرة، فإحنا بنعمل عملية بنشيل هذا الجزء عشان يصير منظر الأسنان كثير ألطف. بس هاي فكرتهم. هلا بحكي لك انت هاي العملية تعتبر بحكي لك is performed as a surgical treatment for a periodontal diseases او بحالات الامراض، ما بهمك. هلا بحكي لك كلمة السيالو معناها كلمة ايش؟ شو معناها السلايفا اللي هو بنحكي اللعاب او اشي related للسليفري جلاند او الغدة اللعابية. هلا لما تحكي كلمة السيالو اللث صراحة قبل ما احكي عن هاي الجملة كلياتها دائما وابدا كلمة لث معناها كالكولس او ستون، يعني معنى اخر مقصود فيها انه يعني زي حصى. هسه بعض الامراض ناس بتصير في عندهم بتتكون حصى داخل القناه تاعت اللعاب، فبالتالي هون احنا شو بنحكي لهم؟ السيالولث. بس هاي فكرتها، تمام. هلا بحكي لك هون في اشي بحكي لهم السافيجاس اللي هي نحكي لهم مثلا على سبيل المثال لما نحكي السفق سكوب. هلا كلمة هون بالاي سكوب بالاي معناها انسترومنت او اداة، اذا حكيت واي بكون مقصود فيها هي العملية او خلينا نحكي لك البروسيجرز او الاشي اللي انا عملته. هلا لما اجي احكي انا مثلا على سبيل المثال السفق سكوب مقصود فيها هي الاداة اللي انا بدي استخدمها بعملية التنظير، شايف؟ او بعملية فحص السفقس. فبحكي لكم شو هي instrument used to examine the esophagus. لكن لو حكى لكم بدل الاي واي احنا شو بنحكي؟ بنحكي هي البروسيجر اللي بصير فيها examination للاسفيجاس، تمام. هلا كلمة هون فرنجي معناها شو؟ بحكي لك الفرنكس، تمام. اوكي بحكي لكم مثال عليهم الفرنجيو تونسيلايتس. هسه صراحه هاي الفرنكس بنحكي لها الثروت او الحلق، والتونسل هي اللوز. لما نحكي واحد معاه والله فرنجيو تونسيلايتس يعني واحد بكون معاه انفلاميشن وين؟ منطقه الفرنكس بحلقه بالاضافه بالتونسل، اللي نحكي الاشي التونسل من اللوز، تمام. اللي بحكي لهم كلمه جاسترو بتعرفون مره ماضي شو هي؟ الاستومك. جاست كلمه الجا معناها بين، لما تحكي معاه جاسترالجا يعني واحد شو معاه؟ وجع معدته، بس هيك يعني بالعربي. هلا كلمة هون البايلوراس، البايلوراس انا وريتك قبل شوي اللي نحكي خبر حطيت هون رسم الها، اللي هي الجزء اللي تحت يعني الجزء الاسفل من ايش؟ من المعدة، تمام. هسا بعض الامراض مثلا في اطفال بنولدوا في عندهم شيء بنحكي لهم البايلوريك ستينوسس. البايلوريك ستينوسس يعني بكون في عندهم كلمة ستينوسس معناها ناروينج او مثلا على سبيل المثال معناها التضيق. هلا ممكن يكون السبب انه هذول شو معهم؟ في معهم بايلور سبازم. هلا كلمة سبازم بالعربي معناه التشنج. هل هون شو بحكي لك معناه سبازم؟ involuntary contraction or twitching يعني صار في انقباضات لا إرادية عملت تضيق، ماشي. هل هاي بحكي لك هون طول بحكي لك هون البايلوريك سبازم عبارة عن involuntary contraction of the pyloric sphincter هاي المنطقة as in pyloric stenosis زي بحالات أمراض نحكي لبايلوريك stenosis. هل بنحكي عن بعض المصطلحات related للسمول انتستين؟ أنا حكيت لكم أول محاضرة وتكون أول جزء من السمول انتستين شو اسمه؟ الدودينام. هاي الفيرست بارت اوف ذا سمول انتستين. لما اجي احكي انا
دودونسكوبي بحرف الواي شو معناته؟ هي عبارة الفيجوال اكزامينيشن اوف ذا دودنام، يعني شايف بيحكيون كلمة اسكوب معناها فيجوال اكزامينيشن، لكن انت شفت، لكن لو حكى لك هون دودونسكوبي لكن بالاي مش بالواي، بنحكي هي العدة اللي انا بستخدمها بتنظير ايش؟ الدودنام، فهمت علي؟ تمام. هلا كلمة هون انتيرو معناها هي الانتستين، هي عبارة عن صراحة عبارة عن مصطلح عام، مش محدد انت شو هو، مثلا على سبيل المثال والله بضحك واحد معاه على سبيل المثال والله معاه انترايتس، يعني معاه التهاب لكن وين؟ يعني معاه التهاب ممكن يكون بالسمول انتستين، لكن هل هو شرط يكون والله مثلا بالدودنم او بالدجنم او بالإينيوم؟ مش شرط. عادة كلمة انتيرو صراحة احنا بنحكيها بمصطلح بكون ريليتد للدايجستيف سيستم كامل، لكن بحكي لكم احيانا بكون القصد فيها اللي هي شو هي السمول انتستين بس. هلا بحكي لكم الدجن هي عبارة حكينا شو هو، حكينا هو عبارة عن second part of the small intestine أو ثاني جزء، تمام. هلا بحكي لكم في شيء اسمه degeneracy. هسا صراحة من بعض العمليات يعني ممكن أنت مرات تضطر تعمل عمليات جراحية أنك تقص الدجن وتعمل له إعادة توصيل وما إلى ذلك. هلا بحكي لك السوتشرنج أو التخيط، هاي بك شايف السوتشر أو التخيط تحت الدجن، إحنا بنحكي إيش؟ degeneracy. هلا أنت ما بهمك بهاي الجدول كلمة الرفي يعني إنه معناها السوتشرنج بس، هاي فكرتها. يعني كيف راح اجيك سؤال؟ ممكن الدكتور يحكي لك مثلا على سبيل المثال one of the following معناها، يعني مثلا يعطيك سؤال بيحكي لك which of the following معناها والله suturing of the duodenum، شو راح يكون جواب من كلمة duodenum؟ شو راح يكون جواب duodenorrhaphy؟ من حكى لك suturing، فهمت علي؟ يعني مش شرط جيب لك نفس الرسم يعني نفس هذا المثال، بس اعرف شو يعني رفي زي هيك، تمام. هلا بحكي لكم فيش اسمه الاليوم او الاليو، هم معناها الاليوم بنحكي الثيرد بارت، هو عباره عن اخر جزء من السمول انتستين. هلا بفيدكم بهمك صراحه كلمه استومي، استومي معناها فورمينج اند اوبننج، يعني انت قاعد تعمل فتحه، تمام. هسه بحكي لكم عن كلمه اليستومي، انك انت عم تعمل فتحه بالاليوم ما بين الإيليوم وما بين شو بحكي لك الابدومينال وول، بدي اوريك اياها هاي، شايفين كيف؟ طبعا هاي احنا بغض النظر ما احنا بنضطر نعمل هاي الشغلات، زي مثلا والله بحالات واحد معهم والله مثلا ممكن بعض الحالات واحد معاه كولون كانسر، معاه مثلا معاه كانسر بالقولون كامل، بدك تضطر تشيل له اياه حلو وتعمل فتحة خارجية زي هيك، ما بهمك. هلا بحكي لك هون ان اليستم هي عباره قاعد تعمل فتحه اون ذا سيرفيس اوف الابدومين على سطح البطن من برا، يعني عشان تسمح بمرور الفضلات او الفيسز تو ذا ديشارج تو بي ديشارج انتو ا باك وورن اون ذا ابدومين. طبعا للعلم هذول عاده يعني لما احنا نعمل لهم فتحه بكون في كيس بضل هذا خلص عم مرافقهم، تمام، عشان اي شيء الافرازات والاشياء والفيسز تطلع تجي بالكيس هذا. هلا كلمه لارج انتستين في عندك جزء منه ايش اسمه؟ الابندكس. الابندكس اللي هو المقصود فيه الزايده. هلا هاي هي اللارج انتستين، تمام. هاي اللارج انتستين، هاي بحكي لك هي الابندكس نحكي لها الزائده. هلا كلمه تونا كثير سمعتوا ايش اسمه؟ ابندسايتس، يعني واحد معه قصد التهاب زائد. التهاب زائد ايش مقصود فيها؟ ابندسايتس انفلاميشن بالابندكس. هل هاي شو علاجها؟ انك انت تشيل له الزائده. شو يعني كلمه تسجل الاكسجين للابندكس؟ اللي هي ابندكتومي بكل بساطه. هلا كلمه كولو اختصار كلمه الكولون، تحدث يعني قاعد تحكي عن ايش؟ عن القولون تاع لارج انتستين. فلما تحكي والله مثلا على سبيل المثال كولوستومي شو مقصود فيها؟ انت عم تعمل فتحه ما بين القولون ما بين الجدار الخارجي للبطن بكل بساطة، تمام. هسه بحكي لك هون في عندك برضه مقترحات ثانية، بحكي لك في دكان كلمة الريكتو، ريكتو مقصود فيهم ايش؟ بحكي لك الريكتم. هل هاي هي القولون صراحة مكون من يعني من أكثر من جزء، نحكي الاسندنج وترانسفيرس والديستندنج، بس الدكتور مش شرحته فأنا ما بدي أتطرق لهم، فبس أعرف لأنه من ضمن مكونات اللارج انتستين ايش اسمه؟ الريكتم، تمام. هاي هو الريكتم. بحكي لك هون اللي احنا بنحكي له شو هو الريكتو. هلا كلمه هون الريكتو كلمه هون سي اللي حال معناها هيرنيا اور سويلينج، يعني خلينا نحكي لك فتق. هلا هذول الناس بكون في عندهم الريكتو سي لانه بتلاقي يعني انه عنده الريكتم طالعه من برا، تمام. هاي فكرتها. هلا كلمه هون بريكتو، بريكتو صراحه عشان احكي لك اياها، بريكتو كمصطلح من ناحيه بريكتو، ولا مثلا بضحك ولا واحد معاه ولا مثلا بضحك واحد يعني بريكتولوجيست، انا قاعد شو بقصد فيه؟ انه هذا اخصائي جهاز هضمي لكن بشكل خاص بشو بيهتم؟ يعني باكثر شيء بالامراض القولون وامراض الريكتم وامراض الانس بس. لكن صراحة معلومة لكم، مثلا كلمة لما اجي احكي مول مثلا بروكتكتومي، ان هون طب انا هون طب انا يعني انا عملت هون يعني شلت اشي لكن انا ما حددته هل هو كولون او ركتم او انس. صراحة كلمة بروكتو عادة بتدل على الركتم ميلي،
بس عشان تكونوا بالصورة انتو يعني. هلا كلمة انا بنختار كلمة انس لان نعرف شو هي، فتحت الشارج حكيت اكثر من مرة. بنحكي والله اشي مثلا، والله بنحكي والله مثلا البيري انال، يعني قاعد بحكي المنطقة المحيطة بالانس. من كلمة بيري معناها اراوند، اشي المحيط، و ال معناها بيرتينينج تو، ما بدا اشي. رح تلاقي في كثير اشياء معاد واشياء كثير تعرفوها، يعني انت ما رح تطولوا معاي. هلا بحكي لكم كلمة هون الهيباتو، هيبات معناها الليفر بكل بساطة، البنكرياتو البنكرياس، تمام. هلا كلمة هون ميجالي شو معناها؟ اللارج مثل ديكوا ولا مثل ديكوا معاه هيباتو ميجالي، معناته في عنده هي مع اللارج مثل بالليفر بكل بساطة. اللايست معناها شو بحكي لك؟ معناها ديستركشن هلو او سيبريشن، يعني خلينا نحكي لك تدمير او شيء عم بتحلل بعض الامراض ما بهمك. لما تحكي بنكرياتولايتس انت معناته في ديستركشن بالبنكرياس بكل بساطه. هلا بس معلومه عشان تفهموا علي، كلمه تونيك كلي معناها البايل او هي العصاره اللي بتطلع من المراره او من الجول بلادر، تمام. هلا كلمه تون الكوليسيست، هسه كل شيء معناها البايل، تمام. الكوليسيست شو مقصود فيها؟ مقصود فيها هي المرارة، تمام. لكن كلمة هون كولي انجيو، اذا كلمة انجيو شو معناها؟ فيزل. كولي معناها بايل. لما تحكي انت مثلا كولي انجيو قاعد تحكي عن ايش؟ قاعد تحكي عن البايل فيزل، لكن انت ما حددت بايل فيزل هذا 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 هذا، ما حددت انت. هاي مقصود كلمة هون كولي انجيو، مصطلح عام، تمام. هلا لما تحكي انت هون والله بس سواء كلمه كولي انجيول وجود هاي السفكس الاو ال اي مقصود، خلينا نحكي لكم عباره عن تصغير، يعني بكون اشي كثير سمول، بس هاي فكرتها. هلا بحكي لكم هون الكولي ليف، بس انا حكيت لكم شويه، قلت لكم الكولي هي عباره عن شو معناها؟ معناها البايل. بس للعلم اوكي، هسه بحكي لكم هون الليث شو معناها؟ حكيت انا استون. لما تيجي تحكي والله واحد في عنده كل ليث، معناته واحد في عنده خلينا نحكي لك ستونز، هاي الستونز مينلي مكونه من شو؟ من الكول اللي هي البايل، فهمت علي؟ يعني هذول الناس بيكون معهم حصى خلينا نحكي لك بالعربي، بيكون معهم حصى بالمراره، معناته هذول شو في عندهم؟ في عندهم كل ليث بالعربي. نفسها نحكي هي جول ستون، فهمت علي؟ هلا ليش ما بحكوا لها كل لث؟ لث معناها حكينا ستون، وكلي معناها شو حكينا؟ بايل. فبالتالي بقصد في ان هاي الستون مكونه مينلي من بايل، بس هاي فكرتها، تمام. هلا بحكي لكم الكولي سيست معناها الجول بلادر، كولي سيستكتومي ريموفال للجول بلادر كامله، ما بدا شيء. هسا بس معلومه بسيطه، انا حكيت لكم الكولي انجيو معناها البايل فيزل، بس انا ما حددت لكم اياهم. هسا في مصطلح بكون خلينا نحكي لك مور سبيسيفيك، اللي احنا بنحكي له الكولي دوكو. الكولي دوكو مقصود فيها ايش هي؟ مقصود فيها الكومن بايل داكت، اللي مقصود فيها هاي الجزئيه هاي هاي هاي، تمام. مقصود فيها هاي هي الكومن بايل داكت، بس عشان تكونوا بالصورة. فبحكي لك هون الكولي دوكو بلاستي، بلاستي معناها سيرجيكال ريبير، وهو بكون معاي ممكن صار في رابتشر، صار في مزع بهاي البايف، انت عم تعمل له ايش؟ سيرجيكال ريبير، عم بصلح له هاي الكومن بايل داكت، تمام. هسه بحكي لك هون في عندك هون سافكس رح نحكي عنهم، الايميتس معناها الفوميتنج، وهو معاها هايبر ايميتس، معناته واحد في عنده خلينا نحكي لك بصير له فوميتنج بكميات كثير كبيره، يعني زياده اكسسيف، تمام. هلا بحكي لكم الاي خلينا نحكي لك الاي اي اس اي اي اس، مثلا على سبيل المثال بدك مصطلح بحكي لكم الكولي ليثيسز. شو يعني الكولي ليثيسز؟ معناته هي الحال، طبعا كلمه الياسز معناها ابنورمال كونديشن. هلا هون مقصود بهاي الجمله او بهذا الترم، يعني مقصود بهذا الترم انه هي الحاله اللي بكون في وجود اللي تتميز بوجود خلينا نحكي لك جول ستونز بالجول بلادر، ماشي، او خلينا نحكي لك بالكومن بايل داكت. لكن انت هنا صراحه ما حددت، بس بدي احكي لك معلومه، المصطلح الادق عشان تحكي عن وجود ليث او ستون داخل كومن بايل داكت اللي هي احنا شو بنحكي لها؟ الكولي دوكو ليثيسز. اهم شيء تحط لي هاي الكلمه كولي دوكو ليثيسز، مقصود في هي الحاله، هي مقصود في هي الابنورمال كونديشن اللي بتتميز بوجود ستون داخل الكومن بايل داكت. يعني انا حددت باي جزء من البايل فيزلز، فهمت علي؟ بس فبحكي لك كونتل وين جول ستون تكون موجوده بالكومن بايل داكت، هاي الحاله شو اسمها؟ الكولي دوكو ليثيسز. شايفين كيف؟ بكل بساطه ولا بدها اي شيء. الكولي نفس شو معناها؟ اللي حكينا شو معناها كولي؟ البايل. الدوكو صراحه اعتقد مقصود فيها الكومن بايل داكت، الليث مقصود فيها ستون، الاي اي اس اي اس مقصود فيها الابنورمال كونديشن. شايفين كيف؟ هسه اي عاده الميجالي بتعرفوها شو معناها؟ معناها اللارجمنت، تمام. هلا ال ال ال
اوركسيا مقصود فيها الابتت، بس فرضا واحد معاه انوركسيا، يعني واحد بيحكي لك انا ما عندي شهيه للاكل، نحكي لها لوس اوف ابيتت، تمام؟ بس هاي فكرتها. هلا هاي الجمله صراحه ما اعتقد لها علاقه، وهاي الجمله صراحه ما اعتقد مطلوبه منكم. يعني والله مثلا على سبيل المثال اسباب الهيباتوميجالي، انه واحد معاه هيباتات التهاب الكبد، او معاه مثلا انفكشن فات انفلتريشن، او بيليري اوبستراكشن، او مالجنسي يعني ورم، ما اعتقد لها اسباب يعني انتم مطالبين بها صدقا، يعني مستحيل تجيكم. بس ما بعرف داري مستحيل صراحة. هلا بحكي لك هون البيبسي يعني مقصود فيها دايجستشن، واحد معاه ديس بيبسي يعني معناته واحد معاه بالعربي عنده عسر هضم. شو يعني؟ يعني واحد بس ياكل بحس في عنده ديسكمفورت، انه معنى اخر مش مرتاح، بحس زي بوجع، او شو بحكي لكم ايبي جاستريك ديسكمفورت بعد ما ياكل، تمام؟ الها مراد الثاني بنحكي لها الان دايجستشن. هلا بس يعرفوا لي شغله، كلمه ديس كبريفكس معناها يعني اشي بكون ديفيكلت، او مرات بكون معناها بينفول، او اشي باد، يعني اكثر من مصطلح معناهم. هلا كلمة فيج معناها البلع سوالوينج. هلا بحكي لك عن الايروفيج، الاير صراحة مقصود فيها الاير او الهواء. كلمة ايروفيج يعني هي لحالها، طبعا هاي فيري رير، قليل ما تشوفها انه واحد يعني بالع هواء. هلا برانجل مقصود فيها ميل، بوست برانجل يعني فرضا انت والله حكيت لواحد اخذ دواك، بوست برانجل يعني اخذ دواك ما بعد الاكل، كلمة بوست معناها افتر، برانجل ميل يعني ما بعد الاكل، تمام. هلا كلمة ريا معناها شو هي؟ الدشارج او التدفق. لما تحكي واحد معاه استيتوريا، هلا كلمة الصراحة هاي هاي كلمة يعني استياتو معناها اشي ريليتد للفات، يعني اشي بيحتو على الفات بغض النظر شو هو. كلمة ريا معناها discharge or flow. لما تحكي انت واحد معاه استيتوريا معناته واحد يعني سوري على الحكي هذا، واحد معاه خلينا نحكي لك دياريا، لكن مكون يعني المكون الرئيسي للدياريا عبارة عن فات. هاي صراحة الحالات احنا بنشوفها بالناس اللي عندهم مال absorption او عندهم سوء امتصاص للدهون، فهمت علي؟ بس هاي فكرتها. هلا كلمة دية معناها ثرو، اعتقد هاي موجودة بالمحاضرة الماضية او اللي قبلها. كلمة الدياريا معناها بالعربي اسهال، فبحكي لكم الري معناها ديسشارج، ودية بحكي ما معناها ثرو، ما بهمك انسى يعني واضحة. كلمة بيري معناها اراوند. لما تحكي ولا تكتب تحكي هاي مرادف بيري سيجمودايتس، بيري معناها اراوند، السيجمود معروف شو هو؟ اللي هو حكينا السيجمود عبارة عن جزء من الكولون، ايتس معناها انفلاميشن، فبالتالي المقصود فيه هو الانفلاميشن او الالتهاب اللي بصير بالمنطقة المحيطة للسيجمود كولون. بكل بساطة كلمة سب كبريفكس معناها اندر، لما تحكي سب لينجوال يعني واحد اخذ اشي تحت اللسان، بس فهمت علي؟ هلا كلمة انوركسيا اعادة، شايف شو بحكي لكم الانوركسيا؟ انه lack or loss of appetite يعني واحد ما عنده شهية، result in inability to eat، انه بحكي لكم الشخص ما بكون قادر انه ياكل. هلا بحكي لكم الانوركسيا should not be confused with anorexia nervosa، المقصود فيها الانوركسيا اشي، وفي مصطلح اسمه الانوركسيا nervosa اشي ثاني، وفي مصطلح ثالث اسمه البوليما nervosa، هذول الثلاث مصطلحات مترادفات. هلا كلمة انوركسيا انه واحد ما عنده نفس انه ياكل شيء بغض النظر، امور طبيعيه، لكن الانوركسيا نيرفوزا يا سيدي العزيز هذول فكرتهم انه هذول عباره عن ايتينج ديس اوردرز، عباره عن سايكاتريك ديس اوردرز، مرض بكون نفسي له علاقه بالاكل. هذول الناس مشكلتهم الرئيسيه انه بكون في عندهم اهم شيء، في عندهم فير اوف جينينج ويت، يعني بخاف انهم ينصحوا، ويعني شو ما يكون وزنه بفكر حاله ناصح، فبروح بده ينحف، فهمت علي؟ وغير هيك بيميز لك بالانوركسيا نيرفازا انه بكون في عندهم الويت، وزنهم كثير نحيفين، يعني بتحس هذول معهم جفاف، فهمت علي؟ هذا عبارة عن مرض سايكاتريك، مرض نفسي طبعا، وعلاجه بكون ميل نفسي. طبعا هذا راح يعمل مشاكل تانية. هسا في عندك مرادف له ايش اسمه البوليميا نيرفازا. البوليميا نيرفازا مصطلح ثاني مقصود فيها ان هذول الناس بمضوها ياكل، يعني هذا واحد باكل بشراهة كمية كثير كبيرة، لكن بعد ما ياكل بروح منه ماخذ ايش؟ بروح منه ماخذ والله لاكزيتيف، يعني ملينات عشان يتخلص من الاكل اللي اكله، او بروح بستفرغ بالعمدا. امراض نفسية صراحة. بس هاي مقصود يعني انه شو تميز بينهم. هلا بحكي لك عن الابندسايتس، صراحه مقصود فيها انفلاميشن بالابندكس، بس طبعا اسباب الانفلاميشن بالابندكس بيحكي لك اما اوبستراكشن اور انفكشن، اما واحد صار في دخلت بكتيريا معين او شيء عمل له انفلاميشن بالابندكس، او مرات في شيء اسمه الفيكولث، راح احكيها بجداول لقدام. الفيكولث هي عباره عن هارد ماس مكون من فيسس، يعني ماشي بتكون مسكره فاتت هون، عباره عن خلينا نحكي لك فيسس اجت هون سكرت لك ايش؟ سكرت الابندكس، فهي خلص سكرت بصير في التهاب وما الى ذلك. فبحكي لك هونتل هاي الابندكس اف ليفت ان دايجنوز، يعني انت والله ما شخصتها ممكن هاي يصير في لها رابتشر، يعني
تنفجر، فهمت علي؟ بس لها بيرفوريشن يعني، يعني خلينا نحكي لك يعني بيرفوريشن يعني تنفجر، فاهمين علي؟ او يصير في يعني زي فتحه. اند بيريتونايت تعمل التهاب لل، بنحكي لها بالغلاف المبطن لل، خلينا نحكي لك الاورجنز. بس هاي فكرتها. هل هذا تريتمنت ما راح يجيك؟ انسوا لي اياه. تمام. هل الكلمه الاسايتس مقصود فيها اهم شيء يعرفه المعنى ابنورمال اكيوبليشن اوف ذا فلويد ان ذا ابدومن. اوعكو 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 يجيك مكان ثاني غير ابدومن، ممكن الدكتور تخربطكو تحكي لك والله مثلا ابنورمال اكيوبليشن اوف ذا فلويد ان بلورا اللي هي الغلاف المحاط بالرئه، فاهمين علي؟ ممكن تجيب لك اي مكان ثاني انتبه على كلمه ابدومن، يعني مش شرط يعني مش بس تحفظوه والله ابدومن كونديشن وبس، لا اعرف لي انه في ابدومن بالموضوع اهم شيء. الكلمه بيحكي لك كون صراحه جمل برضه اعتقد ما لهاش علاقه او مش داخل منكو، بيحكي لك كون هاي الاسايتس هاي وجود سوائل داخل يعني محاطه بالاورجنز عاده بكون سببها السيروسس اوف ذا ليفر، يعني بالحالات المرضى بكون في عندهم تليف بالكبد صراحه، خصوصا الجماعه بكون معهم يعني سبب تليف بالكبد هم بكون الكحوليزم، يعني هذول الناس اللي بيشربوا كحول بكميات كثير كبيره وجسمهم معتمد على الكحول ما بيقدر يترك الكحول، بصير معهم تليف بالكبد، من ضمن مضاعفات تليف بالكبد بصير معهم اسايتس، فهمت علي؟ اللي هو وجود سوائل محيطه بالاورجنز. تمام. هلا بحكي لك فون عندك ايش اسمه، بحكي لك ال ال البوري بريغماس، هاي صراحة الأصوات يعني كثير ناس يعني مثلا يعني تلاقي قاعد مثلا صار فجأة طلع صوت من من أمعاء، هاي بيحكي هذا هاي مقصود كلمة يعني هاي مقصود كلمة اللي هي ال 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 بور بريغماس. هلا بيحكي لك شو هي، عبارة عن gurgling noise that are audible at a distance and caused by a pass of gas through a liquid content of the intestine. يعني بيحكي كو عبارة عن noise مبين و audible بكون مسموع، سبب الرئيسي مرور غازات خلال مواد يعني تحتوي يعني خلال يعني content عبارة عن liquids. بس ما بهمك. الكلمة تون الكاتشكسية صراحة مقصود فيها هي physical wasting or أنا شو بحكي لك physical wasting that include loss of weight and muscle mass. صراحة هذول الناس بيكون معهم كانسر أو سرطانات مع الوقت بصير هزيلين، كلمة هزيل معناها ما تشوف عنده كاتكسيا، هذول الناس بصير تقريبا المسل ماس يعني الكتلة العضلية تاعتهم بصير لها لوس تفقدها فبتلاقيه هزيل. هاي الحالات هاي الكاتكسيا وين وين بتشوفها؟ عند جماعة الكانسر، جماعة الايدز وما الى ذلك. هلا بحكي لك هون الكوليثيوسيس حكينا معناها هي عبارة عن abnormal condition بتميز بوجود شو حكينا gallstones بالجولي بلادر او بالكومبايل داكت، انت ما حددت. تمام. بس حكينا واذا كانت الجولي بلادر اذا كان هاي الستونز موجودة بالكومبايل داكت، انا حكيت لك شو الكومبايل داكت ماشي وقتها شو بصير اسمها كوليثيوسيس. تمام. هسه بحكي لك هون السيروسس حكيت شو معناه، معناه التليف. بحكي لك هون هي عبارة عن scarring and dysfunction of the liver caused by a chronic liver disease ماشي. هلا بحكي لك هون صراحة بحكي لك يعني السبب الرئيسي الشائع للسيروسس اللي هو الكرونيك الكحوليزم اللي حكيت شو معناه الكحوليزم. ممكن في أسباب ثانية زي toxins زي سموم infectious agent metabolic disease أمراض ما بهمك circulatory disorders وما إلى ذلك. بس بحكي لك in this disorders a functional hepatic cells يعني الخلايا الطبيعية الفانكشن الوظيفية بيتم استبدالها بخلايا نان، بيتم استبدال خلينا نحكي لك fibrous tissue بكون نان functioning، يعني هاي صراحة يعني بتكون مش فعالة يعني. بس هاي فكرتها. هلا كلمة كلك معناها مغص حلو، لما تيك واحد معاه على سبيل المثال كلك معناته واحد بشكي من مغص، كلك شو معناها؟ بحكي لك spasm in any hollow or a tubular soft organ especially in colon accompanied by pain. معروفة اكيد كثير سمعت والله واحد معاه مغص تلاقي بطنه باجعه بحكي والله انا ممغوص، تلاقي في عنده زي بحس اشي عم بتشنج وما عم برافقه له وجود وجع. الكرون ديزيز عبارة عن مرض صراحة، فكرة الرئيسية عبارة عن مرض مزمن صراحة، فكرة ان هذا المرض بصيب خلينا نحكي لك الجزء الاخير من سمول انتستين اللي هو شو بنحكي له الاليوم. طب هذا المرض صراحة يعني انه قصته قصة ولازم ياكل اشياء معينة، ما بهمك تعرف لي شو اسبابها اهم اشي. بس شو بحكي لك هنا الكرون ديزيز is a chronic distinguished from a closely related bowel disorder by its inflammatory pattern. يعني هذا المرض صحيح انه بصيب الاليوم لكن طبيعة الانفلاميشن او الالتهاب اللي بعمله والشكل راح تشوفه بالقولو بالإيليام لما تروح تفحص وتعمله تنظير بخليك تميز عن أي مرض ثاني، هاي مقصود فيهم. بس هلا بحكي لك كان ال دقلت شو هاي بحكي لك الدقلتشن مقصود فيها بحكي لك كان active swallowing، يعني صراحة مصطلح هذا مرة بسمع فيه. تمام. هلا بحكي لك كان الديزنتري مقصود فيه عبارة عن مصطلح مقصود فيه هو يعني في inflammations بصير بالانتستين،
هاي فكرتها. فبحكي لك هون انفلاميشن بالانتستين سبيشلي ان كولون، بالقولون بشكل خاص، ذات ماي بي كوز باي انجستين اوف ووترز اور فود كونتين كيميكال اريتنت. بس بحكي كاسباب الانفلاميشن صار بالقولون، اما واحد شرب شيء بحكي والله مثلا على كيميكال اريتنت، على مواد كيماويه بتعمل لك انفلاميشن او بتعمل التهاب، او والله شرب شيء او اكل شيء فيه بكتيريا، كائنات اوليه، بروتوزوا، اي شيء بغض النظر شو انواعهم. تمام، بس بحكي لك واتش ريزلت ان بلاد دير، اهم شيء بكون عندهم لسال في بلاد. فهمت علي؟ بس هاي بحكي لك. هلا الديسبيبسي حكيت شو معناها؟ حكي معناها عسر بالهضم. بضل بحكي لك انه بعد ما ياكل، افتر ايتينج، ها بعد ما ياكل بحس في عنده ديسكمفورت، عدم ارتياح. الديسفيجيا واحد عم ببلع في عنده، بحكي والله في عندي وجع يعني وانا عم ببلع، ماشي؟ فبحكي لك هون، لا سوري مش وجع، سوري سوري انا خربطتكم، مقصود فيها ان ابيليتي اور difficulty. هسه صراحة كلمة توجع احنا نحكي لها الادينوفيجي، بس انا ما يعني صراحة انا راح بالي عليها. اذا اجاك كلمة تونا ديسفيجي وحكت الدكتورة بين during swallowing فهو غلط، لا تخربطوا. اهم اشي يعرفوه، حتى هون كلمة بينفول موجودة، حتى الكلمة موجودة هون، بحكي لك بينفول عبارة عن معنى للدس، ماشي؟ لكن مش شرط دائما يعني الدس معناها والله بينفول، ممكن يكون معناها difficult. فبحكي لكم ديسفيج انه واحد في عنده صعوبة بالبلع، بس هاي فكرتها. هلا بحكي لكم هون الركتيشنز، مقصود فيها انه جسم يعني معنى اخر انه بتكون غازات يعني from الاستومك usually with a characteristic sound also caused by كلك البلتشنج، يعني مقصود فيها واحد لما يطلع غازات يعني من فمه. فهمت علي؟ سبب وجود غازات داخل المعدة. هلا الفيكوليث انا حكيت عنها قبل شوي لما شرحت عن الابندسايتس، هي مقصود فيها عبارة عن ماس مكون عبارة عن هارد ماس من سببها الفيسز. هلا كلمة الفلاتس مقصود فيه هو الغاز اللي بتكون موجود بالجي اي سيستم، مينلي بكون موجود خلينا نحكي لك باللور، يعني موجود تقريبا بالقولون، وبحكي لك يتم التخلص منه فروم ابادي اورفيس، وخصوصا الانس فتحة الشرج. هلا كلمة الجاسترو اسفيجا ريفلكس ديزيز، صراحة المقصود فيها هو عبارة عن مرض. بس بحكي لك شغلة، الكلمة خلينا نحكي لك الجاسترو اسفيجا ريفلكس مقصود فيها انه واحد بصير فيه ارتداد، انه الاكل موجود داخل معدته عم بيطلع لبرا. تمام، هسا اذا هاي العملية كانت خلينا نحكي لك والله كان بشكل كثير متكرر وبشكل مزمن، راح تعمل امراض ريليتد يعني بسبب هاي الريفلكس موجود عندهم. وقتها الحالة احنا شو بنسميها جاسترو اسفيجا ريفلكس ديزيز، يعني هو المرض السبب هو بصير في باك فلو اوف جاستريك كونتنت، ارتداد الاكل موجود داخل الجاستريك بيطلع على الاسفيجاس على المريء وبيعمل لك مشاكل هناك. فهمت علي؟ بس ها فكرتها. الهاليتوسيس اللي هي خلينا نحكي لك الباد سميلينج تاعت الماوث، بتلاقي واحد يعني واثق يعني عنده ريحة فمه سيئة. هلا كلمة الهيماتيميسيس مقصود فيها فوميتنج اوف ذا بلاد، انه واحد عم يستفرغ دم. فهمت علي؟ بس ها فكرتها. بحكي لكم هاي الجملة انه في عندك بعض اسباب اللي بتعمل الهيماتيميسيس، زي شو بحكي لك؟ زي السوفيجال السرز، واحد معه تقرحات بالمريء عنده بالاسوفيجاس، واحد معه فاريسز اللي هي بصير في دايليتيشن بالفين، الاورده اللي عنده بتتوسع، فاحتمال يصير في عنده والله رابتشر تطلع ويصير واحد يعني يطلع دم. هلا الاريتم باول سندروم مقصود فيها هي عبارة عن مجموعة سيبتومز، سببها الرئيسي غير عضوي، خلينا نحكي لك نون اورجانيك كوز. هذول الجماعه طبعا بتميز انه في عندهم وجع بطن، في عندهم ابدومن البين، غير في عندهم ابدومن البين بكون في عندهم زي السبازم، في زي التشنجات عندهم، وغير هيك في عندهم التر باول فانكشن. يعني هذول البيشنت اما بيجيك مريض يعني تلاقي اليوم معاد كونستيبيشن، بكره معاه دياريا فجاه، او تلاقي دائما معاه كونستيبيشن او دائما معاه دياريا. فهمت علي؟ فبحكي لكم هي عباره عن سبتوم كومبلكس ماركت باي ابدومينال بين، وجود وجع بالبطن، اند التر باول فانكشن، شرحت لكم شو مقصود فيها، فور ويتش نو اورجانيك كوز، يعني ما في سبب معين تقدر تعرفهم. بس هاي فكرتها. تمام، بعد بحكي لك في بعض الفاكتورز اللي بتزيد الاي بي اس، اللي هي يعني العصبيه والستريس. هلا المال ابزوربشن سندروم هي مقصود فيها عباره عن سندروم بتميز ان هذا المريض في عنده مشكله بامتصاص النيوترينتس او الماتيريال او السوائل، او خلينا نحكي لك اي شيء. فهمت علي؟ هاي احنا بنشوفها بعد بامراض معينه. بس بكل بساطة هلا بحكي لكم الميلينا مقصود فيها انه واحد عم بتطلع فيسز، بكون هالفيسز كاركترايز انها بتكون دارك تاريستول. كان يحكي لنا الدكتور جراح بسنة رابعة، بحكي لك المريض انا في عندي زي الطين، يعني بحكي لك زي الزفت، سوري فهمت عليها، مقصود كلمة ميلينا انه بكون في عندهم دارك كلر تاريستول. فهمت علي كيف؟ due
to the presence of blood altered by intestinal juice. يعني خلينا نحكي لك عبارة عن الأكل، يعني بكون كيف بدي أحكي لك، عبارة عن أكل فيه دم وغير هيك هذا الدم قلب لونه بسبب وجود العصارة موجودة تطلع من الجهاز الهضمي. هل كلمة هون الأوبيزيتي مقصود فيها هي السمنة موجود بالمرة الماضية. بحكي لك هون عبارة عن اكسف أكيوميليشن أوف ذا فات، تراكم يعني كثير كبير للفات داخل الجسم بتتجاوز الشيء خلينا نحكي لك الستاندر للجسم. تمام، هلا بحكي لك الموربت أوبيزيتي، متى بحكي عن هاي الأوبيزيتي والله موربت بتعمل أمراض، يعني هون بخصوص كلمة موربد يعني بتعمل أمراض، لما يكون في عندهم البي ام اي 40. المقصود بالبي ام اي كثير تعرفوها انه واحد يعني بحكي لك يعني فرضا كيف بتحسب واحد عنده البادي ماس اندكس عنده، بتحكي له والله وزنك تقسيم الطول بالمتر تربيع، بيطلع عندك الرقم. هل الرقم تقريبا اذا كان يعني اذا كان فوق 40 وقتها بكون هذا المريض في عنده موربد اوبيزيتي، بتلاقيه يعني هاي يعني هاي السمنه راح تعمل امراض ومشاكل كثيره. بس هاي فكرتها. هل الاوبستيبيشن عشان تميزها عن الكونستيبيشن، الكونستيبيشن معناها شو حكينا يعني امساك، الاوبستيبيشن مقصود فيها هي عبارة عن سيفير كونستيبيشن لدرجة انه المريض ما عم يطلع فلاتس. ها فهمين علي؟ تمام، هلا بحكي لك عن الاورال اليوك بليك، انه بحكي لك انه هذا المريض بكون في عنده خلينا نحكي لك والله وايت سبوت اور باتشز، عباره عن بقع بيضاء موجود على الماوث، موجود على البكل اريا، على الخد من جوا، على اللسان بغض النظر شو هو. بس يعني اورال مبين من اورال اليوك مقصود فيها انه شيء ابيض، البليك خلينا نحكي لك عباره عن سبوت اور باتشز. بس هاي فكرتها. فبحكي لك هي عباره عن وايت سبوت اور بات موجود على الميوكس ميمبرين المغلف لك، بحكي لك التانك الليب او الخد برايمري، سببها بحكي لك الريتيشن. بس هلا بحكي لك هون البيريستالتس، هي خلينا نحكي لك هسه حركه الامعاء كيف بتصير، يعني حركه الامعاء احنا بنحكي لها بيريستالتس. شو البيريستالتس؟ بحكي لك عباره عن بروجريسيف، شيء يعني متقدم، يعني شيء بصير له يعني بيمشي، خلينا نحكي لك ويف لايك موفمنت، بيمشي زي امواج زي موجات صوتيه الويف لايك. بس هاي معناها. هلا بحكي لكم الباركستينوزس، انا شرحت لكم شو معناها قبل شوي، انه بصير في عندك زي الستركتشر منطقه البايلوراس من البلستومك اللي حكينا بالمنطقه السفلى، مو انا شرحت اول شيء بدون يعني ما اعيدهم. الريجرجيتيشن حكيت انه شو هي، عباره عن خلينا نحكي لك انه الجسم عم بيطلع يعني بصير في عنده ارتداد، عم بيطلع المواد الموجوده عنده والله مثلا بالمعده عم تطلع لفوق على المريء فبحس بحرقه. حلو، استيتوريا حكيت شو هي، عباره عن مريض يطلع لك فيسز ميل بتحته على فات، شايفين كيف بكل بساطة. هلا كلمة هون اشياء ريليتد للاندوسكوبي وما الى ذلك، هلا كلمة هون اندوسكوبي من كلمة هون واي، فمقصود فيها الفيجوال اكزامينيشن، انا شرحت لكم اياها. لما اجي احكي مثلا على سبيل المثال ابر جي اي اندوسكوبي، معناته ان قاعد بعمل تنظير، ايش ركزوا معي، بعمل تنظير للسفيكاس للمريء، بعمل تنظير انا للسفيكاس للاستومك، وبرضه بالاضافه بعمل تنظير ايش انا للدودنم. اذا جاك سؤال حكى لك لما انت تعمل والله فيجوال اكزامينيشن للكولون، وقتها شو بكون اسمها؟ كولونوسكوبي او لور جي اي اندوسكوبي بغض النظر شو هي، او والله او مثلا والله اندوسكوبي للسيجمويد سيجمويدوسكوبي، او والله اندوسكوبي للركتم وين الكناس اسمها ابروكتوسكوبي، بكل بساطه. تمام، هلا بحكي لكم في كلمه شيء اسمه الهيباتاتس بانل، يعني فرض على سبيل المثال مريض اجاك وانت شاك معه التهاب كبد، وقت انت شو بتروح تعمل له من ضمن الفحوصات، خصوصا يعني اذا كنت شاك انه والله سبب في وجود فيروس، فبتروح تعمل والله الهيباتاتس اي فيروس يعني تيست، يعني في عنده والله التهاب كبد بسبب الفيروس A او B او C، يعني شغلات تافهه ما بدهاش شيء. هل هون دكتور بتحكي الادويه للاطلاع فقط لا غير، في عندك هون بعض ادويه راح نحكي عنها بس هيك ذكر دون شيء. كلمه هون بحكي لك الانتي اسيد، اسم انتي اسيد يعني اشياء ادويه وظيفتها الرئيسيه انها تقلل الحامضيه موجوده بالمعده او باي مكان ثاني، فبحكي لك هون هي عباره عن اشياء بحكي لك شو بتعمل، نيوترلايز الاسيديتي، بتعادل الحامضيه موجوده عندهم. هل هاي بحكي لك هون هاي الانتي اسيد متى احنا نستخدمها؟ عشان نعالج او نمنع الهارت بيرن، هي حرقه والاسيد ريفلكس. تمام، هل الانتي دياريا المقصود فيها هي عباره عن ادويه المسؤوله عن تعمل خلينا نحكي لك توقف الدياري موجود عندهم. تمام، فبالتالي تعمل كنترول لللوز ستول. كلمه لوز ستول مقصود فيها هي الفيسز المينلي بكون من ووتر، فهمت علي؟ اللي بالعربي السهل. فهي الادويه بحكي لك شو بتعمل؟ بتعمل امتصاص للاكسس ووتر، فبالتالي بكون الفيسز طبيعي، ما بيحتاج على كميه ووتر زياده لتعمل دياريا. بس هاي فكرتها. الانتيميتك ادويه بتروح على الدماغ من فوق على سنترز معينه، ايش اسمه الفومتك سنتر، المكان المسؤول عن الاستفراغ يعني، وبتعمل بلوك. بكل بساطه الانتي سبازمودك، من اسم سبازم ايش معناته؟ ايش بيعمل خلينا نحكي لك التشنجات يعني. فكلمه انتي سبازمودك معناته ادويه وظيفتها الرئيسيه انها تروح تعالج هاي خلينا نحكي لك تقلل السبازم اللي موجود عندنا،
بس فبحكي لكم طيب ديكريز الجاس انتستان سبازم من خلال تم سلوينج للبريستالسز بالاضافه لحركه الامعاء. هلا كلمه اللاجز تفيد نحكي الملينات، هي عباره عن اشياء مهم المريض بيستخدمها لما بكون في عنده والله كونستيبيشن، فهمت علي؟ بس يكون في عنده كونستيبيشن، في عند والله مثلا في معاه خلينا نحكي لك امساك مثلا على سبيل المثال، بتعطي انت اللاجزيتيف. هاي اللاجزيتيف بتزيد لك الواتر كونتنت، ماشي؟ هاي انكريز الواتر كونتنت والالكترولايت سكريشن، فبالتالي المريض يعني امور بتمشي وخلص ببطل في عنده امساك خلينا نحكي. هذول جدولين دكتور حقت المطالعه وما طلبتكم فيهم، يعطيكم العافيه.